تناول لحوم الإبل ولو بكمية بسيطة وفي فترات متباعدة يعطي لجسم الإنسان فائدة صحية نظرا لتركيبة هذه اللحوم الغذائية. المزيد عن فوائد لحوم الإبل وقيمتها الغذائية في الورقة الصحية التالية للعالية حميميد. تتمتع لحوم الإبل بخصائص طبية بحيث يساعد تناولها في الوقاية من السرطان وبطريقة مذهلة، وذلك لاحتوائها على الحمض الدهني غير المشبع اللينوليك الذي يقي، وبالتفاعل مع الحموض الدهنية الأخرى غير المشبعة المتناولة مع باقي المواد الغذائية كالزيوت النباتية. وتعتبر لحوم الإبل أقل ضررا على القلب نظرا لضآلة نسبة الدهون فيها مقارنة مع اللحوم الحمراء الأخرى. فلحم الإبل يحتوي على طاقة سريعة الاستقلاب مؤلفة من السكريات عوضا عن الدهن، بحيث أن الإبل تخزن الدهن في سنامها وليس كباقي أنواع الحيوانات الأخرى التي تخزن الدهن بين عضلاتها، ولهذا فهي تساعد على معالجة التعب الدماغي والإرهاق والتعب العصبي وآلام الأعصاب، ويعتمد عليه أيضا في تخفيف الوزن. وينصح تناوله لكبار السن وذلك لقلة احتوائه الكوليسترول، وبالتالي فلحوم الإبل تؤمن للكبار الطاقة اللازمة والبروتين اللازم لبناء العضلات والجسم في وقت يكون فيه كبار السن بحاجة لغذاء سهل الاستقلاب غني بالمواد الغذائية كلحوم الإبل.